أهلا بكم في حلقة جديدة من الأجندة. لأسباب غير مفهومة ارتفع سعر الدولار قبل أشهر أمام الريال اليمني حتى وصل لأرقام قياسية يعني قرابة 750 ريال للدولار الواحد. ولأسباب غير مفهومة أيضا شهد سعر الصرف قبل يومين تراجع حاد لصالح الريال اليمني. لكن هذا كله طب دون أن ينعكس على على أسعار المواد الإستهلاكية التي صعدت أسعارها مع صعود قيمة الدولار قبل أشهر. والناس يتساءلون ونحن نتساءل معهم ما الذي يحدث بالضبط؟ ولا نمتلك إجابة. لا أحد يمتلك إجابة محددة على هذا السؤال، غير أن ما يجري يذكرنا بالجانب المستور من الحروب والصراعات في العالم. ذلك الجانب الذي يتخفى وراء ستار السياسة والمصالح السياسية. أعني دور غرفة رجال المال والأعمال الأثرياء في أمريكا وفي أوروبا الذين يسعون إلى السيطرة على ثروات العالم من خلال إشعال الحروب والسيطرة على مقدرات الشعوب يعني هذا يذكر بهذا وهذا البعد أهملناه في الحلقات الماضية ربما بين الأسباب التي أشعلت الحروب في العالم إحنا طوفنا في هذا البرنامج على أكثر العوامل السياسية والاقتصادية والدينية التي تساهم أو تسهم في إشعال الحروب والكلاكل في منطقتنا وفي العالم لكننا لم نركز على بيت العنكبوت هذا هذا البيت الخطير بشكل كافي وهذا ما نحاول تلافيه في هذه الحلقة من الأجندة فكونوا معنا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 1750 و40 انطلقت الثورة الصناعية في بريطانيا بعد أن تحول الإنتاج من الأيدي العاملة إلى الآلات بداية ظهور الآلات وبدأت العملية بصناعة النسيج تحديدا وامتدت بعد ذلك إلى مختلف المجالات لكن هذه الثورة الصناعية المباركة التي استمرت قرابة مئة سنة كانت لها جوانب ونتائج وخيمة آنذاك على بعض الدول مثل الصين التي شهدت أسوأ أنواع الاستغلال الاستعماري من قبل بريطانيا وبعدين فرنسا وروسيا و... وأمريكا كمان أه جرت الحكاية على النحو الآتي عندما أه وجدت بريطانيا أن الثورة الصناعية أه منتجاتها يعني تحتاج إلى أسواق لبيع منتجاتها بالذهب والفضة كانت محتاجة ذهب وفضة فكرت في جعل الصين سوقا لها لأن السوق الصينية مغرية كبيرة جدا. والصين وقتها كان لديها مدخرات من الذهب والفضه كبيره ايضا. لكن البريطانيون وجدوا امامهم مشكله هي الامبراطور الصيني اللي كان موجود حينها اللي اسمه شيان لونغ شيان لونغ هذا الامبراطور يعني كان فيه شويه من طبيعه الامام يحيى عندنا في اليمن كان يفضل سياسه الانغلاق على الذات وجعل الصين بلد معزول عن العالم خوفا من الاطماع الاجنبيه. فلما عرض عليه البريطانيون العرض قالوا احنا عايزين نتاجر عندك وتفتح لنا سوقك قال لهم انه امبراطوريه الصين السماويه كان يسميها كذا امبراطوريه الصين السماويه قال لهم هكذا امبراطوريه الصين السماويه المتوكليه الهاشميه لديها كل ما تحتاجه مش عايزين حاجه من حد. ولسنا بحاجه الى استيراد اي بضائع اجنبيه شعر البريطانيون بالحنك والغضب خاصه وان التجار البريطانيون كانوا يضطرون لدفع ثمن ما يشترونه من البضائع الصينيه بالفضه وليس بالمقايضه يعني كانوا يتعودوا على المقايضه سلعه في مقابل سلعه لا هذا الصيني يقولون نحتاج فضه وذهب وهذا عكس ما تريده بريطانيا يعني وجدوا البريطانيون وجدوا انه الفضه تتسرب للسوق الصينيه فقرروا اللجوء الى المكر والحيله كما هي عادتهم وضعوا خطه ماكره اللي هم البريطانيون وضعوا خطه ماكره اسفرت عن السيطره على الصين كلها في نهايه المطاف ماذا فعل البريطانيون؟ تعالوا نشوف كان لدى بريطانيا شركة ايامها اسمها شركة استعمارية ضخمة اسمها شركة الهند الشرقية. هذه الشركة هي التي كانت تنهب خيرات الشعوب الفقيرة في الهند واسيا وترسل هذه الخيرات الى بريطانيا لتحقيق الثورة الصناعية، الثورة الصناعية قامت على نهب الدول المسكينة الضعيفة هذه. وكانت هذه الشركة هي المحتكرة الوحيد للتجارة مع الصين. فأوعز البريطانيون إليها أنه تبدأ بزراعة مساحات كبيرة من المناطق الوسطى والشمالية الهندية تزرعها بأيش؟ بالأفيون مخدر الأفيون قالت للشركة هذه البريطانيون قالوا لها ازرعي كميات كبيرة من الأفيون وهربيه للصين احنا عايزين نصطل الشعب الصيني كان الهدف هو أن يورط الشعب الصيني نفسه في تعاطي الأفيون و ويدمن على الأفيون وفعلا يعني نجحت الخطة وبدأ الشعب الصيني في ادمان الافيون شويه شويه حتى اصبح 90% من الرجال يعني اللي دون سن الأربعين اصبحوا مدمنين على مخدر الافيون واصبح اجمالي المدمنين وقتها حوالي 12 مليون صيني كم كبير يعني وصارت واردات الافيون فقط تمثل 57% من واردات الصين، بدات الصين يعني اكثر الواردات اللي كانت تدخل للصين افيون. يعني اصبحت شركه الهند الشرقيه البريطانيه هي اكبر مصدر للسوق الصينيه. واصبحت الخزينه البريطانيه تستقبل اكثر من 57% من ثمن الصادرات الى الصين. خطه جهنميه يعني. كان الامبراطور الصيني هذا قد رحل مات وحل محلها الامبراطور اسمه يونغ تشينغ تشانغ هذا وجد نفسه امام كارثه قوميه معظم الشعب الصيني مسطول مش فايق وكثير من الفضه الصينيه تذهب الى الخزينه البريطانيه فكان لازم يسوي شيء قرر اتخذ اجراء فوري وأصدر مرسوم بتجريم استيراد المخدرات استيرادها مش تعاطيها كان هذا عام 1802 او 29 1829 القرن التاسع عشر لكن طبعا شركه الهند الشرقيه ما لم تلتفت الى هذا المنع استمرت في نشاطها واستطاعت ان تحصد ما يقدر ب 34 مليون دولار من الفضه خلال الفتره اللي هي بين 1830 و 1840 خلال العشر السنوات هذه 34 مليون دولار حصل طبعا هذا مبلغ كبير أيامها الإمبراطور الصيني ضاق بما, بما آلت إليه الأحوال هذا أمر لا يطاق فأرسل أحد ضباطه اللي واثق فيهم ومنح تفويض كامل كل السوي اللي تشوفه من أجل إيقاف هذه الجريمة لما وصل الضابط الشاب إلى ميناء كانتون اللي هو كان الموطن الرئيسي للسفن البريطانية وهو منبع التهريب رفع تقرير مباشر إلى الامبراطور جاء في هذا التقرير بأن الأوضاع إذا استمرت على ما هي عليه الآن فإن الصين لن تكون قادرة في غضون عدة أعوام على تجهيز جيشها ماديا خلاص الصين ستنهار مش قادرة تبني حتى جيش إذا استمرت الأوضاع كما هي وحتى إن فعلت فلن تجد جنود لأن الشعب الصيني صار كله في غيبوبة مسطول مش هتلاقي جنود وطبعا بالصلاحيات الممنوحه للضابط هذا قام باعتقال 1600 شخص وصادر 11000 كيلو جرام من الافيون ووضع جميع تجار الافيون تحت الاقامه الجبريه حتى اضطروا الى تسليم حوالي 9 مليون دولار من المخدرات اخذها قام بحرقها علنا واعلن المنطقه منطقة محظورة على الجميع على تجار المخدرات وعلى البريطانيين يعني وجه صفعة قوية لبريطانيا بريطانيا مش هتسكت نشوف ايش سوت أمام هذه الإجراءات الصينية للضابط الشجاع قررت بريطانيا الجشعة إسقاط أقنعتها التخلي عن الأقنعة الزائفة وأن تعلن أطماعها بشكل صريح فأعلنت الحرب على الصين من أجل إجبارها على فتح أبوابها لتجارة الأفيون يا تفتحوا الأفيون البريطاني يا نغزوكم وقام الأسطول البريطاني بالتحرك إلى السواحل الصينية في بدايات عام 1840 42 سفينة حربية ضخمة و4000 جندي بريطاني كل هؤلاء تحت شعار إيش؟ لاحظوا الشعار الحفاظ على حرية التجارة شعار لطيف جداً أغرقوا الصين بالأفيون تحت شعار حرية التجارة، وهذه هي الطريقة الغربية المعتادة زي ما أنتم شايفين في العمل. ما زالوا إلى الآن يمارسون نفس الأعمال تحت شعارات شبيهة، شعار الحرب على الإرهاب اليوم. الذي نهبوا بواسطة خيرات العراق والخليج وما زالوا. وتكتشف من الوهلة الأولى أنها حرب زائفة وراها أهداف أخرى كذرة، كما سنثبت بعد قليل برواية شاهد أمريكي. يعني اقصد انا حرب العراق وحرب الخليج حنجيب شاهد امريكي يكلمنا عن القصه الحقيقيه ما هي. المهم انه بسبب تفوق الجيش البريطاني العسكري والتخطيطي استطاع انه يغلب الجيش الصيني، كان عدد الجيش الصيني حوالي 800 ألف صيني. ومع ذلك خسروا المعركه امام 4000 بريطاني، التخطيط والتنظيم والالات وال... وبسبب خيانات في داخل الجيش الصيني كانوا البريطانيين اشتروا الضابط الصيني الجديد بشويه دولارات واستطاعوا فعلا ان يحتلوا الاراضي المرتفعه حول الميناء ومن ثم اكتسحوا من بعدها عدد من المدن الصينيه حتى صار على الجيش البريطاني على مشارف القصر الامبراطوري اضطرت السلطات الصينيه انه توقع عدد من الاتفاقيات المذله وغير المتكافئه في اواخر عام 1842 واضطرت الإمبراطورية هذه السماوية الصينية اضطرت إلى التخلي عن جزء كبير من الساحل الغربي الصيني وأصبح يخضع للسلطات الأجنبية وفي معاهدة أخرى اضطرت إلى التخلي عن هونغ كونغ هذه اللي أصبحت لها صيت وسمعة تخلت عنها لصالح بريطانيا باتفاقيات أخرى مذلة وقامت بفتح خمسة موانئ بحرية للتجارة الخارجية ودفعت تسعة مليون دولار تعويض للتجار اللي احرقت افيونهم وقامت كذلك بتخفيض الجمارك الى 5% فقط يعني خساره فادحه وما اكتفتش بريطانيا بهذا ذهبت الى ابعد من ذلك وحصلت على تحصين للتجار التابعين لها لهم حصانه مثل علي عبد الله الصالح من الخضوع امام القضاء الصيني طبعا هذه النتيجه شجعت دول اوروبيه اخرى على طلب نفس الامتيازات فرنسا جت شافت بريطانيا مع امتيازات قالوا احنا عايزين امتيازات يلا احنا عايزين نفس الامتيازات حق بريطانيا عندكم وامريكا شافت السوق حلو دخلت قالت احنا عايزين مثل بريطانيا وفرنسا طبعا الصين حاولت اني تماطل في تنفيذ هذه الاتفاقيات عبر المحاكم والاخذ والرد فبريطانيا ما عجبهاش دفع بريطانيا وفرنسا هذه المره دخلت معها للبحث عن اعذار جديده دوروا عذر علشان يخوضوا حرب ضد الصين الحرب الثانيه واجبروا الصين على الركوع تماما. وفعلا وجدوا ذريعه تقول ان الصين شوفوا الذريعه اللطيفه، قالوا ان الصين اعتدت على سفينه تجاريه فوقها علم بريطاني. وكان فوقها واحد من المبشر مسيحي فرنسي، مبشر يعني يدعو الى المسيحيه. مع انه الحقيقه غير ذلك، الحقيقه انه السفينه كانت صينيه بس كانت بتحط علم بريطاني باتفاق مع بريطانيا علشان القراصنه يخافوا من العلم البريطاني. يعني في اتفاق بين الصين وبريطانيا كانوا انه احنا نرفع العلم البريطاني علشان القراصنه بيخافوا من من بريطانيا. فهذا كان سبب رفع ال... استغلوا هذا قالوا لا انتم اعتديتوا على سفينه وهي صينيه، اعتديتوا على سفينه بريطانيه ما رافع العلم. المهم انه فرنسا وبريطانيا حصلوا ذريعه لاعلان الحرب وكانت فرنسا تقول انها حرب من اجل حريه، شوفوا هذا المره، حرب من اجل حريه الدعوه الى المسيحيه. زمان حريه التجاره، الان حريه الدعوه الى المسيحيه. يعني وهذا من اجل حريه الدعوه الى الدين، والحقيقه انها حروب كلها من اجل الثروه والذهب. استطاعت المدافع البريطانيه ان تقنع الامبراطور الصيني على توقيع اتفاقيه او معاهده تسمح بحريه تجاره الافيون وفتح 11 ميناء صيني للافيون وتسمح بحق انشاء السفارات في بكين ما كانش ممنوع ما كانش مسموح انشاء سفارات في بكين ارغموهم وحق فرنسا في ارسال بعثات تبشيريه اذا يشتوا ينصروا وحمايه من يدخل في المسيحيه من الشعب الصيني كل هذا اصبح في اتفاقيه واحده ومع ذلك الامور ما انتهتش هنا طبعا حنشوف فين راحت مرة أخرى حاول الصينيون يتملصوا من الاتفاقيات المجحفة الجديدة التي عليه فحركت بريطانيا وفرنسا جيش مشترك دخل هذه المرة إلى القصر الجمهوري الإمبراطوري عام 1860 الإمبراطور شيان هذا فر وترك أخوه اللي اسمه جونغ تركه يحل محله واستمرت أعمال النهب أربعة أيام كاملة نهبوا القصر بالكامل وانتهت باحراق القصر. ولكي تضع الحرب اوزارها بشكل نهائي اضطر الامبراطور الاخير هذا جونج الى توقيع اتفاقيه اشد اذلالا من الاتفاقيات السابقه. دفع بموجبها هذه المره اموال طائله للحكومه البريطانيه والحكومه الفرنسيه. ومن الاشياء المذله اللي جاءت في هذه الاتفاقيه مذله جدا هو الموافقه الصريحه على تصدير العمال الصينيين تحت اسم الخنازير كذا في الاتفاقيه سموهم الخنازير تصديرهم الى فين؟ الى امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه يستعبدون هناك عمال وكان يتم نقل العمال الصينيين الذين حصلوا عليهم كان يحصلوا عليهم اما بالخطف واما بالاغراء الكاذب كان يشحنوهم في سفن كبيره الى المناجم والمزارع اللي في امريكا الشماليه والجنوبيه يحلوا محل الافارقه العبيد بلغ عدد العمال الذين تم نقلهم إلى مدينة سان فرانسيسكو بس حوالي مئة ألف عامل صيني وكانت البرتغال وأستراليا وغيرها من الدول تستقبل ما يسمونه بالخنازير الصينيين عبر مقاولين يتقاضوا هذول المقاولين نسبة على كل رأس يحضرونه عمليات النقل نفسها نقل الصينيين هذه العمال الصينيين كانت تتم في ظروف حيوانية يعبوهم مثل البهايم في السفن ويشحنوا عبر البحار ولذلك حصلت وفيات كبيرة كان حجم الوفيات النصف خمسين في المئة من المنقولين ماتوا بسبب الظروف السيئة للنقل حتى كان يسموا السفن أيامها الجحيم العائم هذا وجه بسيط من وجوه الإمبريالية الغربية التي مارست سلطانها على الشعوب في مختلف القارات قبل خمسين ولا مئة سنة كله من أجل الثروات كانت تأخذ الثروات من مختلف القارات وتأخذها معها وتأخذ مع الثروات الناس عبيد تحت شعارات براكة حرية التجارة حرية التبشير بالدين وغير ذلك بعض الناس اعتقد أن قصة الاستغلال والاستعمار انتهت بنهاية الحرب العالمية الثانية لكن الحقيقة هي أن الاستعمار غير طريقة فقط غير جلده ولم يغير سياسته بعدما خرج قرر ينصب حكام محليين في البلاد اللي استعمرها يخدموه بطريقة أسهل وأقل كلفة ودون أن تشعر الشعوب بأن هؤلاء مجرد وكلاء للاستعمار بل أن الحاكم نفسه أحيانا كان يشعر أنه حر وأن بإمكانه أن يفعل ما يشاء لصالح أمته وبعدين كان يكتشف بسهولة أنه معه هامش للحرية اللي يمنحها الاستعمار لو خرج على هذا الهامش عواقبه وخيمة مثل ما حدث مع صدام حسين وغيره غيره اعتقدوا أنهم أحرار فقالوا لهم لا في هامش أنتم تتحركوا فيه اللي يخرج خارج الهامش هذا مصيرك كذا من ضمن حدود هذا الهامش انه يعني على الحاكم الا يمس بمكانه الدولار المكانه المقدسه للدولار هذه لا يمسها مش يقوم يقرر انه يستبدل العمله الدولار بعمله اخرى يعني بمزاجه هذه خط احمر وكذلك امن اسرائيل خط خط اخر احمر اي حاكم يهدد مكانه الدولار أو يهدد إسرائيل سيكون مصيره الزوال. وهذا تحديدا هو سبب غزو العراق وقتل صدام حسين. بالنسبة لإسرائيل أصبحت قصتها معروفة. وقد ذكرنا من قبل يعني مختلف الأسباب التي تجعل الغرب حريص على بقائها، لكن ما حكاية الدولار هذه؟ لماذا يعد الاقتراب من الدولار عمل يستحق العقاب؟ الإجابة على هذا السؤال ستجعلنا امام واحده من اهم القصص السريه في الصراع الدولي امام الغرف المغلقه التي تشعل الحروب وتديرها احيانا من اجل مصالح عائلات معينه تريد الاستحواذ على الثروات اولا ثم الاستحواذ على البشر في نهايه المطاف خلونا نبدا الحكايه من اولها بحسب ما نعتقد لكن قبل ان نبدا الحكايه خلونا نشاهد هذا المقطع للمخرج السينمائي في امريكا ارون روسو هذا احد مخرجي هوليود في امريكا واحد الذين رشحوا انفسهم لمنصب عمده ولايه هناك في امريكا روسو هذا بيحكي قصه المؤامره التي تديرها عائله روكفلر نيك روكفلر هذه العائله الثريه في امريكا اللي بتحاول تسيطر على الشعب الامريكي وغيره من الشعوب بطرق ماكره روسو هذا سيحكيها كشاهد عيان عاش القصه هو بنفسه تعرف على زعيم عائله روكفلر نفسه وبينهم صداقه وبيقدم شهاده تاريخيه خطيره عن احداث 11 سبتمبر يقول فيها اللي هو روسو بيقول انه روكفلر هذا بنفسه قال اخبرني قبل 11 شهر من احداث سبتمبر بانه في حدث كبير سيحدث وسيعقب هذا الحدث غزو لافغانستان والعراق ثم إعلان الحرب على الإرهاب هذا كلام روكفلر قبل 11 شهر من أحداث سبتمبر وقال هذا لـ روكفلر إنه هذه الحرب على الإرهاب ستكون وهمية ما فيهاش عدو حقيقي لكن غرضها السيطرة على المجتمع الأمريكي من الداخل وعلى الشرق الأوسط تعالوا نستمع إلى روسو ونستكمل القصة uh, I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said uh, one of the rockefellers would like to meet you i had made a video called mad as hell and uh, he'd seen the video and wanted to meet me and knew i was running for governor of nevada so sure i'd love to meet him and i met him and i liked him and uh, uh, he was a very very smart man and uh, we used to talk and share ideas and thoughts and um, he's the one who told me uh, 11 months before 9-11 ever happened that there was going to be an event. Never told them what the event was going to be, but there was going to be an event. And out of that event, uh, we were going to invade Afghanistan to run uh, pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we go after Chavez in Venezuela. And uh, sure enough, Later 9/11 happened, and I remember he was telling me how <laughs> how you're going to see soldiers looking in caves for people in, you know, in Afghanistan and Pakistan and all these places and it's, and there's going to be this war on terror, uh, which is no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, you know but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. oh yeah. there's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's that... <laughs> no, who are we fighting? I mean, why do you think 9-11 happened? شهادة خطيرة بالفعل تعزز كل ما كتب وكيل عن مؤامرة 11 سبتمبر في الغرب نفسه وكل ما قيل عن مؤامرة داعش التي صنعتها أجهزة المال والمخابرات طبعا عائلة روكفلر هي عائلة ثرية تسيطر على النفط في شركات النفط في امريكا. وهي اول من اسس شركات النفط هناك في امريكا. وقد خلفت كانت يعني اخذت الخلافه عن عائله روتشيلد. روتشيلد هذه اللي كانت في بريطانيا. خلفتها في السيطره على سوق المال على الاقل نقول شاركتها اذا ما خلفتهاش. ويقول ارن روسو في هذه المقابله انه روكفلر اخبره بانهم يسعون لزراعه شرائح الكترونيه في اجسام الناس. هذه الشرائح تكون مزوده بكل المعلومات الماليه عن الشخص، معاملاته الماليه. مثل البطاقه البنكيه الالكترونيه لكن بصوره اكثر تعقيدا. وقال هذه سترتبط هذه الشريحه بحسابك في البنك وتكون كل معاملتك البنكيه عبر هذه الشريحه. وهو ما يسمح للدولة التي يسيطر عليها رجال المال ان تسحب رصيدك او تحجبه في اي وقت اذا كنت مدين لها او عندك ضرائب، يعني لا تستطيع لا تستطيع ان تخفي اي شيء من اموالك. ولما سألها المذيع عن الاسباب التي تدفع عائله روكفلر لهذا العمل اجاب روسو قال انا سالت نيك روكفلر عن هذا قا... يعني سالته عن هذا قلت له ما هو الهدف من 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 زراعه هذه الشرائح ما ما, ما الذي تحتاج للسيطره على الناس كل شيء موجود معك يعني المال موجود وغيره قال كان جوابه بان الهدف هو زراعه الشرائح في الجميع من اجل التحكم بالمجتمع باكمله لجعل رجال المال هم القاده فيتحكم رجال المال وبعض رجال السياسه بالعالم وقال انه انهم يسعون لجعل امريكا دوله اشتراكيه هذا الكلام الغريب لكن بطريقه ذكيه يعني هم حيخلوا دريك اشتراكيه لكن بطريقه ذكيه ما ينتبهوا لهاش الناس سيقنعون الناس ورجال السياسه انها راسماليه انه هذه هي الراسماليه لكن هي في حقيقتها يعني يريدون يخططون ويسعون لجعل كل شيء بايديهم بحيث يكون ظاهر الدوله راسمالي وحقيقتها الباطنيه اشتراكي لانه يعني بيتحكم بيتح... بيتم التحكم فيها من قبل اللجنه المركزيه لرجال المال والسياسه. وهذه الصوره تذكرنا بالروايه الشهيره لجورج اوريون اللي وصفت وصفت المجتمع الغريب اللي تحكم عائله مستبده الاخ الكبير اللي بيحكم الناس بطريقه تحصي حتى انفاسهم، مخلي كل واحد يراقب الثاني حتى الزوجه تراقب زوجها، اللي هي روايه 1984 اسمها. عموما تعالوا نستمع الى كلام روسو في هذه الجزئيه ثم نعود لاستكمال الحكايه I just said, what, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said, the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the, to have the bankers, the, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. And, and, and I said, all the, all the people in the, council on foreign relations, believe this way you do. Said, no, no, no. you know, it, it, most of them believe they're doing the right thing. a lot of them believe it's better, it's better off being socialistic. you know, we have to convince people that capitalism, that socialism is really capitalism. because america is becoming a socialist country. it's a communist country. حول حركه المطالبه بحقوق المراه ومساواتها بالرجل في امريكا آه قال روسو هذا قال انه نيك روكفلر قال انه انه عائلته هي التي مولت حركه المطالبه بالمساواه ليس بهدف خدمه المراه بالطبع وانما بهدف الحصول على ضرائب من نصف المجتمع الذي كان معطل يعني من قسم النساء كانت مجموعه روكفلر تحصد ملايين الدولارات من الضرائب اللي يدفعها المواطن الامريكي وكان الرجال هم الذين يدفعون هذه الضرائب باعتبار ان اجورهم كانت عاليه واكثر اللي بيشتغلوا هم الرجال فقامت مجموعه روكفلر دفعت وسائل الاعلام اللي هي مسيطره عليها للدعوه الى المساواه بين الرجل والمراه في الاجور وكان الهدف طبعا مش خدمة المرأة، وإنما هدفهم أنه ترتفع أجور النساء لكي ترتفع الضرائب على على هذه الأجور ويحصدوا ضرائب لصالحهم. طبعا هذه المسألة حساسة للغاية في مجتمعنا العربي الآن يعني ما نقدرش نتكلم فيها بـ بـ لأنها وقعت بين طرفين متطرفين يحاوران بعضهما على طريقة الطرشان. يعني مسألة مساواة المرأة بالرجل المطلقة هذه مسألة إشكالية في الوطن العربي كل طرف متمسك برأي غير مدروس بشكل علمي كافي سواء الطرف الإسلامي أو الطرف العلماني المنادي بالمساواة المطلقة وهذا ليس وقت التفصيل في هذا الموضوع طبعا حتى لا تذهب الحلقة في اتجاه آخر إنما أردت القول أن النموذجين الغربي والشرقي حول المرأة وحقوقها ليس مثاليين لا النموذج الغربي مثالي ولا النموذج العربي مثالي، نحن بحاجه ربما الى نموذج يقوم على اسس فلسفيه واضحه، يعني عنده مبررات واضحه، لا على صخب اعلامي عاطفي وسجال نكائي بين الاطراف. الشيء الذي لفت انتباهي من زمان في هذه المساله هو ان الطرف العلماني اللي بيطالب بالمساواه المطلقه بين الرجال والنساء لم يقدم هذه المرة دراسات علمية كافية لتبرير هذا المطلب. أعني مطلب المساواة في في شروط العمل وتحمل المسؤولية. مع أنهم معتادون على الاستشهاد بالعلم في أغلب ما يقدمون أو ما يقومون به من 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 أطروحات. طبعاً أنا أتحدث هنا عن دراسات علمية مش فلسفية. دراسات علمية تثبت أن المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة مفيدة للمرأة والمجتمع. دراسات من هذا النوع أنا على الاقل لا اعرف، تتبعتها بحثت عنها لم اجد. طبعا انا الان لا احدد موقف من هذه القضيه لا معها ولا ضدها، وانما اسجل ملاحظه فقط. هي ان الطرف العلماني الذي نتوقع منه ان يبرر مطلبه بمنطق العلم لم يفعل ذلك حتى الان، بل على العكس وجدنا من يقول أن الرجال من المريخ والنساء من الزهره كنايه عن اختلاف الطبيعتين يعني بين الرجل والمراه. ولعل كلام نيك روكفلر هذا لعلّه يكشف عن جزء من الغموض في هذه المسألة بالنسبة للغرب يعني في اندفاع كبير للمطالبة بالمساواة من غير ما يكون في مبررات علمية واضحة ربما البعد الاقتصادي للمسألة هو اللي يفسرها تعالوا نستمع إلى رواية روسو في هذا الموضوع We were, talk, we were talking and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And uh, I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, you want me, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded Women's Lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. the family. The kids start looking at the state as the family. إذا صحت هذه المعلومات فنحن أمام فيلم هوليودي على الواقع أو أن الأثرياء هذولا بسبب عيشة الطرف اللي عايشينها بيفكروا في امتلاك الإنسان بعد أن امتلكوا المادة ما هو الواحد لما يكون فارغ وما عندهش عمل وكل شيء أمامه متوفر بيفكر فيما هو أبعد في كل الأحوال هناك من يهدد حياتنا بإشعال الحروب وزعزعة الاستقرار وهو خلف البحار لا يرانا ولا نراه والاهم ان نعرف طريقه هذه الغرف المغلقه في تد يعني في السيطره على الشعوب وثرواتها وتحالف راس المال هذا مع السلطه في السلطه السياسيه في الغرب كم بيتم؟ هذا كله احنا محتاجين نعرف اسراره لكي نفهم لماذا وكيف يتحرك وكلاؤهم عندنا هنا في الداخل وفي الاقليم. واحد مثل ابن زايد ولا ابن سلمان هؤلاء مجرد شركاء وصغار. لمثل هذه العائلات المسيطرة على المال والاعلام والسياسة في امريكا والعالم والغرب. وقصة الدولار لوحدها تكفي لمعرفة هذه الاساليب الماكرة بالشعوب. كثير من الناس لا يعرف لماذا اصبح الدولار عملة دولية عابرة للحدود واصبح اداة تهديد وسلاح تركيع للدول كما حدث لتركيا قبل اشهر. يمكن احكي لكم جزء من القصة، جزء بسيط من القصة. يعني القصة تبدأ من العام 1944 بعدما لاح في الأفق أن الحلفاء في الحرب الثانية الحرب العالمية الثانية سينتصرون في الحرب حينها بادرت الحكومة الأمريكية إلى دعوة 44 دولة للاجتماع بمدينة بريتون وودز في ولاية نيو هامشير علشان يتفقوا على نظام نقدي دولي جديد قالوا تعالوا نتفق على نظام دولي يهدف الى تامين الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي وغيره يعني وكانوا بياملوا انه يوفر النظام الجديد حريه التجاره بين الدول ويمد الدول الاعضاء بالسيوله الماليه الكافيه ويضمن عدم فرض القيود والعوائق في وجه المعاملات الدوليه وايجاد نوع من الثبات والاستقرار في السياسات النقديه واسعار الصرف بين دول العالم عبر البنية التحتية لتنقل رؤوس الأموال يعني بين الدول إلى هنا الكلام حلو لكن ما حصل بعد ذلك مش حلو لأن المؤتمر اعتمد خطة أمريكا مش خطة بريطانيا خطة أمريكا كانت تقضي بأن يصبح الدولار عملة تحمل نفس قيمة الذهب بحيث انه الدول الاعضاء وامريكا نفسها لا تطبع من العمله الورقيه الا بقدر ما تمتلك من رصيد الذهب. كانت يعني مقدرين الاونصه الذهبيه كانت تساوي 35 دولار. هذا كان ثابت. وبعدين قالوا لهم من حقك تروح البنك تحط دولارات وتسحب ذهب او العكس لانه صارت الاونصه هذه تساوي 35 دولار. وبِهذا اصبح الدولار هو العمله الدوليه بدلا من الذهب بدل ما يتداول الذهب يتداول الدولار لانه بنفس القيمه وكان هناك اقتراح بريطاني في هذا المؤتمر انه بدل الدولار خلونا نسوي عمله دوليه مستقله نسميها البانكور مثلا بدل من الدولار لكن الامريكان رفضوا ونجحوا في تمرير خطتهم وجعلوا عملتهم هي العمله الدوليه هذه العمليه كانت عباره عن خدعه خدعه امريكيه كبيره للعالم ارادت من ورائها سحب ذهب الدول الى خزانتها في امريكا وبعدين قررت فك الارتباط بين الدولار والذهب بعد ذلك في العام 1971 لما اعلن الرئيس الامريكي نيكسون وقف قابليه تبديل الدولار الى ذهب قال لهم خلاص ما عاد فيش امكانيه انك تروح تحط دولارات وتسحب ذهب انتهى الموضوع بعد ان اصبح حوالي 60 الى 70% من ذهب العالم في الخزينه الامريكيه، هذا بحسب احصاءات مجلس الذهب العالمي يومها وصندوق النقد الدولي. يعني امريكا جمعت ذهب العالم الى خزانتها بعد ان كانت في 1933 قد اجبرت الامريكيين انفسهم على تسليم ما لديهم من ذهب الى البنوك الامريكيه. واستبدلتها بالورقه العمله الورقيه. وكان الإعلان عن فك الارتباط بين الدولار والذهب في العام 1976 بعد ما جمعت ولملمة الذهب حق الأمريكان وحق الدول الأخرى باستثناء الاتحاد السوفيتي نفسها يومها رفض كانت هذه الخدعة بمثابة ضربة قوية لعائلة روتشيل البريطانية اللي سيطرت على الذهب في أوروبا لفترة طويلة لكنه كان بمثابة هدية كبيرة لعائلة روكفلر الأمريكية اللي كانت وقتها مسيطرة على صناعة الذهب صناعة النفط لانه استطاعت هذه عائله روكفلر استطاعت ان تفك الارتباط بين الدولار والذهب وتربطه بين ال... وربطت الدولار بالنفط اللي هي مسيطره عليه وبعدين سيطرت هي وعائلات اخرى على البنك الفيدرالي الذي اصبح البنك الفيدرالي الامريكي اصبح يطبع الدولارات بلا اي حسيب او او رقيب وهذا بنك طبعا ليس عليه رقيب مع انه بنك اهلي لكن ما فيش عليه اي رقابه من اي مؤسسه امريكيه حتى القضاء يطبعوا ما يشتوا وبيطبع الذهب بيطبع يطبع الدولارات وكانها بقيمه الذهب وهذا سر ثرائهم الفاحش والدولارات عباره عن ورق ما لهاش قيمه لكن هذا الورق يشتري كل شيء ولهذا سعت مجموعه روكفلر الى رفع اسعار النفط في العام 73 في عام 73 في الحرب مع اسرائيل رفعت اسعار النفط لانه هذا امر يخدمها وكان لوزير الخارجيه الامريكيه حينها اكسنجر وزير خارجيه امريكا كان له دور كبير في اقناع السعوديه بربط النفط بالدولار اسعار النفط البيع والشراء بالدولار في مقابل ان تحصل النظام السعودي يحصل على السلاح الحديث والحمايه الامريكيه كانت هذه المقايضه والاخطر من ذلك انه اقنع السعوديين بان يودعوا اموال النفط اللي اللي بيبيعوه يودعوها في البنوك الامريكيه يعني اشتك منه فيه على راي سعد صالح يعني امريكا تشتري النفط من من السعوديه باوراق ما بيش لها غطاء من الذهب مجرد اوراق العمله حقهم وبعدين تاخذ الاوراق هذه وتودعها عندها في البنوك الامريكيه وهذا تمت الاحتيال العالمي على مر او مسمع من الناس طبعا القصه طويله ولها تفاصيل لكن احنا بنجيب ملاحظات أه يمكن نتكلم عن بقيتها في مناسبات قادمه. اظن انه احنا اطلعنا ولو بشكل يسير على المؤامر المؤامره مؤامره الاسر الماليه في العالم على الشعوب. هذه هذه الاسر لا تستطيع ان تبقى يعني سر ثراءها هو الحروب. زمان كانت عائله روتشيلد تشعل الحروب وتروح تدين الاطراف الموجوده في المتحاربه علشان تكسب من وراها عائدات، تكسب من وراها الربا هذا اللي هو الفارق الديون. عائله روكفلر نفس الحال بتشعل الحروب في العالم علشان بضاعتها وعلشان الحروب بتستهلك سلاح والسلاح وبتستهلك ضرائب وهذا كله بتحصده في النهايه لا جيبها، الان هي تريد ان تتحكم في العالم مش بس تتحكم في اموال العالم وفي النفط هي الان تريد ان تتحكم في الشعوب نفسها عن طريق هذه الشرائح اللي بيتكلم عنها روسو، احنا امام مستقبل خطير جدا للعالم كله اذا صح صحت هذه المعلومات وصحت هذه المخططات الى هنا تنتهي حلقة اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله